بدعم وتمويل من جمعية عبد الله النوري الخيرية في دولة الكويت وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة، تم وضع حجر الأساس لمجمع أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التربوي. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد القداسي. وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاحة حجر الأساس للمجمع التربوي التنموية، مجمع أمر الإنسانية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح. المجمع التربوي التنموي أول مشروع من نوعه يتم تنفيذه في محافظة مأرب وعلى مستوى اليمن. يأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي بدعم وتمويل من جمعية عبد الله النوري الخيرية وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية. وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاحة أشاد بالدعم السخي المقدم من قبل الأشقاء في دولة الكويت للشعب اليمني، وأنا على يقين أن سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي على مستوى القاطنين في محافظة مأرب والنازحين إليها من خلال استيعاب عدد كبير من الذي سيتم تدريبهم، وأيضا الورش الذي ستكون في ذلك المعهد المهني التدريبي في المجالات التي تم تحديدها. أكرر شكري مرة أخرى لدولة الكويت شعبا وأميرا، وأيضا أكرر شكري لمؤسسة نوري عبد الله، وأكرر أيضا شكري للأخوة في مؤسسة استجابة لما يبذلوه من جهود، وهي اليوم نشاهدها على الواقع مشاريع استثمارية. وأيضا أستغل هذه الفرصة أن أدعو جميع المنظمات والمؤسسات أن تكون المشاريع هي المشاريع المستدامة التي ستكون لها أثر على المستوى المعيشي للإنسان اليمني في ظل ظروف استثنائية سنتجاوزها بإذن الله عز وجل قريبا. شكرا. المهندس طارق راقي لكمان المدير العام لمؤسسة السيابة تحدث عن أهمية ومكونات المشروع. اليمن حقيقة نحن في مؤسسة استجابة وبتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، سنعمل بإذن الله على بناء مجمع تنموي تربوي سيقدم خدمات متميزة ونوعية ستسهم في عملية التنمية هنا في محافظة مأرب. المجمع يتكون من عدة مرافق خدمية، منها المعهد المهني والذي سيعمل على تدريب وتأهيل الشباب في الدورات المهنية والحرفية، وسيعمل على اكسابهم مهارات عالية ستعمل على رفد السوق المحلية بخبرات وقدرات مهنية متميزة وسيسهم في تخفيف البطالة في المجتمع. المرفق الآخر وهو المستوصف الطبي الخدمي والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، خدمات متميزة ومتنوعة وذات رسوم تعريفية رمزية سيتحملها ذوي الدخل المحدود. سيكون هذا المرفق رافد من روافد الصحية الهامة هنا في محافظة مأرب. المرفق الآخر وهو المسجد والذي سيكون قبلة للمصلين الذين يترددون على هذا المجمع والمجتمع المحيط بهذا المجمع، بالإضافة إلى سنعمل على حفر بئر ذات عمق 200 متر مع خزان ومضخة مع ملحقاتها. مشاريع الإنسانية لدولة الكويت تجاه الشعب اليمني جلية وواضحة وفي مختلف مناحي الحياة الخدمية والتنموية والجوانب الإنسانية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.